لماذا المذبح الآن؟ ولماذا يعجل به قبل بناء الهيكل؟ وماذا سيذبح فيه؟ الجواب على هذه الأسئلة إخواني في الله هو أن اليهود يهيئون المذبح لكي يكون مسرحا لرواية أسطورية أخرى من أكبر أساطير اليهود، وهي أسطورة البقرة الحمراء. فما هي هذه البقرة الحمراء؟ وما قصتها القديمة؟ ومتى يجدوها؟ ومتى يذبحونها؟ وكيف سيتحول الشعب اليهودي بأسره بعد ذبحها إلى شعب أصولي شديد التمسك باليهودية؟ هذا ما سنوضحه في الفقرة التالية، وهي البقرة اليهودية المقدسة. أقول إخواني في الله، يربط الشعب اليهودي الآن مصير بناء الهيكل اليهودي بمصير بقرة، ولا يعلم المسلمون ما هي حكاية اليهود مع البقر، فقد اتخذوا في بداية عهدهم مع موسى عليه السلام إلها من عجول البقر، كما قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فقد جاء في الإصحاح 19 من سفر العدد في توراة اليهود ما نصه: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها نير. والنير إخواني في الله هو الخشبة التي توضع على عنق الثور للحراثة. ولم يعلو عليها نير فتعطوها العازار الكاهن، فتخرج خارج المحلة وتذبح قدامه، ويأخذ العازار الكاهن دمها بإصبعه وينضح من دمها في وجه خيمة الاجتماع 7 سنوات، ويحرق البقرة أمام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها، ويأخذ الكاهن خشبة أرز وزورقا وقرمزا ويطرحهن وسط حريق البقرة، ثم يغسل الكاهن ثيابه، تكون البقرة لبني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم فريضة دهرية. انتهى. إذن البقرة الحمراء إخواني في الله ستكون علامة عند اليهود على أن الزمن الذي تظهر فيه هذه البقرة هو زمان بناء الهيكل اليهودي الثالث. يعني هذا إخواني في الله أن اليهود ينتظرون هذه البقرة بفارق الصبر، ويبحثون عن أي خبر يتعلق بهذه البقرة المقدسة. ولهذا فإن جهود اليهود اتجهت للبحث عن هذه البقرة المقدسة، إذن فلا بد من ظهورها أو إظهارها، ولو استلزم الأمر استحداث بيئات وظروف تستخرج تلك البقرة المقدسة استخراجا من بين ملايين البقر في العالم، وهذا الذي حدث. فمنذ عدة سنوات تعهد كاهن أمريكي يدعى كلايد لوت، ينتمي إلى جماعة حركة الهيكل الثالث الإنجيلية الأصولية، بأن يكرس جهوده للعثور على بقرة بالمواصفات الدقيقة الواردة في العهد القديم، ونذر نفسه للمساعدة في أي مشروع يتعلق بإعادة تأهيل الهيكل للعبادة. وقد جرت اتصالات ومقابلات عام 1989 بين هذا الكاهن وبين الحاخام الإسرائيلي حايم ريتشمان، والذي يعمل في معهد الهيكل المقدس، حيث اقترح هذا الحاخام اليهودي فكرة إنشاء مزرعة لإنتاج وتربية الأبقار من سلالة الريد نفوس الضاربة إلى الحمرة. فاقتنع الكاهن وأنشأ بالفعل تلك المزرعة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية. وقد أنشأ هذا الكاهن فيما بعد فرعا لمزرعته الأمريكية في مدينة حيفا، تحسبا ليوم تولد فيه البقرة المقدسة المنتظرة. وفي شهر أكتوبر من عام 1996 للميلاد تم الإعلان عن ميلاد بقرة حمراء مطابقة للمواصفات الواردة في التوراة. أعلن أنها ولدت في مزرعة كفار حسدين، وعلى الفور ذهب وفد من الحاخامات اليهود لمعاينة حالة مولود العصر الأسطوري ومقارنته بالأوصاف المذكورة في التوراة، ثم أعلنوا وقتها مطابقة المولودة للمواصفات بعد أن باركوها وأعطوها اسم ميلودي، وأمروا بفرض حراسة مشددة حولها. لقد كان إعلان العثور على البقرة بداية لمرحلة جديدة ومثيرة من الهوس والجنون اليهودي، حيث توافد الآلاف من اليهود المتدينين وغير المتدينين إلى مزرعة كفار حاسدين في إسرائيل لمشاهدة هذا الكائن الأسطوري، كما بدأت مجموعة من الحاخامات اليهودية في دعوة عائلات الكهان لإرسال أولادهم لكي يتم إعدادهم في حجر يسمى بالعزل الطاهر، ليكونوا جاهزين للعمل في الطقوس المتعلقة بالبقرة. واستجابت 4 عائلات كهنوتية للتبرع بأولادها من أجل هذا الغرض.
وبدأ الحاخامات اليهود أيضا بالاتفاق مع الجهات الحكومية الإسرائيلية بتحصيل نسبة 1% من مجموع الإنتاج داخل إسرائيل ليوضع في حساب خدمات الهيكل الذي دخلت مهماته مرحلة التنفيذ بظهور هذه البقرة المقدسة. ولكن بعد أن راحت الأحلام تسبح باليهود المتدينين في سواحل الخيال والخبال، طرأ ما يعكر أجواء هؤلاء الحالمين، فقد شكك بعض الحاخامات في أن تكون ميلودي هي البقرة الحمراء المنتظرة والموعودة لمجد إسرائيل، حيث أوردت صحيفة معاريف الإسرائيلية الصادرة في 29/10/1997 للميلاد عن الحاخام شمار ياشوف تصريحا أدلى به من المزرعة التي تقيم فيها هذه البقرة ميلودي، قال فيه ما نصه: قد لا تكون هذه البقرة هي الحقيقية بسبب بعض الشوائب. وأخرج الحاخام عدسة مكبرة ولاطف البقرة، ثم صوب العدسة نحو ذيلها وقال: انظروا هنا تجدون بعض الشعيرات البيضاء. ثم اتجه إلى رأسها وصوب النظر نحو عينيها قائلا: لاحظوا إن رموشها تبدأ حمراء وتنتهي سوداء. انتهى كلامه. عندها تحطمت أحلام اليهود في هذه البقرة الوليدة، ولكنهم لا يزالون يؤمنون عن يقين بأنهم شعب الله المختار حتى تقوم الساعة. والأعجب من ذلك أنهم يعتقدون بالقدر نفسه من اليقين بأنهم شعب نجس منذ عشرات القرون، لأنهم قرفوا نجاسات عديدة لا يمكن التطهر منها حسب شريعتهم واعتقادهم إلا برماد البقر الأحمر ضمن طقوس لا تمارس إلا في الهيكل اليهودي. وبما أن الهيكل غائب منذ 2000 عام ولم تظهر هذه البقرة المخلصة والمطهرة في نفس الوقت، فإن النجاسة ظلت ملازمة للشعب اليهودي بكامله. جاء في توراة اليهود في سفر العدد الإصحاح 19 ما نصه: هذه هي الشريعة، إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا، كل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس، وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون نجسا. انتهى. إذن المشكلة إخواني في الله أنهم يعتقدون أن هذا النوع من النجاسة لا يزول إلا برماد البقرة المخلصة، حيث جاء في الموسوعة الدينية اليهودية ما نصه: إن البقرة الحمراء يجب سحبها خارج القدس، وبعد ذبحها يجب حرقها بكاملها بعد إضافة خشب الأرز وأعشاب أخرى، ويشرف على هذه الطقوس حاخام أو كاهن، ويستخدم الرماد، يعني رماد البقرة، ويستخدم الرماد في التطهر وطرد الأرواح الشريرة التي يمكن أن تنتقل إلى اليهود من الموتى لو مسوا جثمانهم. انتهى كلام الموسوعة اليهودية. أقول حتى إن التلمود الذي وضعه الحاخامات تفسيرا للتوراة يدور حدوثه تقريبا حول كيفية التطهر من النجاسات، ثم جاءت عقيدة التطهر بالبقرة لتكون فاتحة لعهد من الطهارة يستقبلون به عصرا من الأمجاد. ويعلم الله تعالى إخواني أن جميع البقر الأحمر والأبيض والأسود لو أصبح رمادا ثم خلط بماء البحر الأحمر والأبيض والأسود ثم أغرقت فيه أمة اليهود الملعونة لما تطهر واحد منهم من نجاسة الكفر وقدارة الشرك، إلا إذا دخل في دين التوحيد وآمن برسالة خاتم الرسل وسيدهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه.